زهيد عبد العاطي، رب أسرة، عندي طفلين بنت ووليد. خويا كنت ندير البيع والشراء، كنشري هادشي ديال السلع، فهمتي. اكتشفت كنت نبيع ونشري مع شي اخوان بحال هكا، مع الوقت فهمتيني هما جابوا لي شي سلعه مسروقه. انا حتى الاخر اكتشفت ملي جاو عندي الناس ديال الامن هادشي، علاش عاد اكتشفت راه مسروقه هي، وصدقت غادي للسجن، وضربت واحد المده ديال السجن 5 سنوات. ملي خرجت من السجن طلبت واحد المعونه من واحد اداره ديال محسوبين على ديال اعاده الادماج ديال السجون. مشيت دقيت من الباب، كيف قال لك من بعد عاوتاني مشيت بقيت واحد الكروسه ندير فيها هادشي ديال الخضروات، ولكن تما كيقول لك تما من بعد باقي ما تقبلت حتى شي، باقي ما زعما باقي ما شديت حتى شي حاجه. خويا ما كنتش منتظر هذاك الشيء، تسقت في واحد المشاكل والدراري خليتهم مشردين ليا، ومنها توفات الوالده كانت تعاوننا في تعاون ليا الوليدات بحال هكا. سقت زعما واحد شنو نقول لك، واحد زعما بزاف واحد المعاناه وداك الشيء. وصدق زعما ملي خرجت بغيت نعاود حياتي من جديد، دقيت على البيبان هادشي ديال الادارات فهمتيني، ديال الادارات اللي دقيتي ديال اعاده الادماج، تابع الاداره ديال السجون اعاده. هذاك الشيء اللي سيدنا اللي كيقول لك زعما انسان خرج من السجن كنعاودو زعما ندمجوه للحياه. ملي كنمشي ندق نعاود نرجع تيقول لك من بعد وتسعة انا راه باقي لا خدمه لا والو، راه كندير شويه الخضره هادشي ديال الخضر جو بحال هكا. كنت 90 مقاطعة تعطيني واحد هذيك ديال اعاده ديال التنميه، حتى هي راه كيقول لك بلاتي وتسعة راه الراحه وراه كتجمع هادشي ديال 5 سنوات. كيفاش دوزت يا واش نقول لك، راه كتعرف المعاناه ديال السجون، راك شنو هو الحريه مسلوب من الحريه ديالك، وزعما تما كنت منضابط تما وتفرق الله السجن ديه. البيع والشري اللي تقاولت فيها انا ما كنتش منتظر زعما تكون مسروقه، انا ما كنت زعما عادي اي واحد تيشي يبيع لك شي سلعه، راه كتعرف السوق راه ماشي بحال السلع، راه ماشي بحال تشري طوموبيل ولا تشري موطور عندو واحد كارت كريز، راه السلعه التلفازات وهادشي ديال النيميريك فهمتيني، هادشي ما عندهمش ما تقدرش تحكم عليه، ماشي بحال الطوموبيله تقول حكا راه كاين عندها كارت كريز تعرفها، هذه ما تقدرش تعرف حيت تشري. والسوق هذا ملي جيت تفاجأت تلقيت قدامي السجون جايبين هذوك الناس اللي باعوا لي، سقوا دمجوني معاهم، سق تحكمت بخمس سنين ديال الحبس. وتما مشيت وش نقول لك، تدمجنا مع الناس تما وليت نأذن ليهم ونصلي بهم وفهمتي. دابا انا معروف تما نيت في وسط السجن كيعيطوا على الفقيه، وما هذيك طالبت انا ما بغاوش يديروا لي فهمتيني، دمجوهم بوحدهم صيفطوني. ملي كنقول لهم هذيك ملي تنقول لهم زعما واجهوني بهم ما بغاوش يواجهوني فهمتي، ملي ما دمجونيش راه حكموا عليا بهذيك 5 سنوات دوسيه كامله. ولا جاني في السينا، حيدوا لي 6 اشهر، وجاتني نفس المتابعه. ملي جاتني نفس المتابعه صدقت وليت دار 7 شهور و10 ايام، ومني دست في الحكم عطاوني البراءة تامة. زعما بغيت نعاود راسي بغيت نخدم وداك الشيء، ملي كتمشي عندو تيقول لك ندوز الحبس. كنطلب منهم انا باش شي حاجة باش نخدم بها باش نعاود حياتي، راه عندي جوج اطفال عندي جوج وليدات باش انا نعاود ندخل نندمج مع الناس وداك الشيء. دابا انا راه حيدوا لي كنت داير واحد الكروسة فجيت في الدرب عندنا، ملي جات هاد الحملة طيروا كل شيء حيت منا ما خلاو لنا حتى حاجه. دابا مريحين من الوقت اللي كنمشي للمقاطعة تيقول لك 90، وانا ما تساوش انا شكرا نكرد وليدات. وكان هذاك الشيء ديال اللي كيعطيونا كان هذيك ديال 20000 ريال اللي كانت تيصيفط يعطيوها لنا هي اللي كاينه، من غير هادشي راه كنا مريحين، راه حيدوا لنا الكراس خلاو لنا مريحين. حنا دابا راه ريحنا صافي، وتا دابا ديال سميتها هذه دابا راه جاي دابا العيد وجاي شنو ما كاين الا غالب الله.